حلقة مثيرة وشخصية مشوقة. كارين بستاني بتعرفنا على السيد سيمون خلف رئيس قسم التواصل بياهو فيرايزن العالمية. الملقب بسيريال انتربرنور يعني نجاحيته كتيرة بوقت قليل، انجاز اكثر ما هو بصير مثل ادرينالين على ادكشن. انا اخذت ريسك من الاول بس كمان بجيب جود تيم. ساهمت بتطوير فلوري لاجت بعدين ياهو، اشترتنا ب 2014 مثل ما ديزني عملت ومثل ما نتفليكس عملت، نعملها من شان الموبايل ديفايسز. اسماء من التاريخ، ثقتك بحالك بدك تقلي ضلت مثل ما هي من بعد هذا الفشل.